مفاجأة من العيار الثقيل لكل من يعاني من نحافة، سواء أنت راجلك ولدك بنتك اختك، عليك أنك تتبعي معايا هذا الفيديو هذا وتشوفي هذه الوصفة هذه اللي طب البنات 100% ناجحة، وأنا فرحانة أنني جايبها لكم وغادي نعطيها لكم، لأن النتائج ديالها سحرية وزوينة البنات. فقط واحد الجرعة قليلة البنات، واحد يعني ما كاملش حتى راس معلقة في النهار، غادي يعطيك واحد الفورمه مثاليه. يزيد في الارداف البنات، يزيد في المؤخره، يسمن لنا السيقان، يزيدنا في الصدر، يزيدنا في الجسم. الصراحه واعر 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 البنات، هذا هو اللي غادي يحل لك المشاكل ديالك. والصراحه كنشهد لي لانني شفت النتائج ديالو واعره 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 لابعد الدرجه. الفيديو البنات ووصلوه لواحد العدد ديال اللايكات كبير بزاف، لانكم غادي تشكروني بزاف 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 عليه. غادي تقولوا لي اشنا هي الوصفه ديال اليوم. الوصفه ديال اليوم البنات عباره عن مكمل غذائي واعر البنات، اقوى ما يكون واقوى ما شفت عيني واقوى ما تجرب قدامي وشفت النتائج ديالو. انا بنفسي غادي نضمونديه لولدي، ولكن بالنسبه لكما قلت للتجربه اللي شفت قدامي المكونات، انا دخلت لاباج اللي غنخليها لكم هنا باش نتوما تشوفوا يعني الحاجه اللي كتاخذوها واش مزيانه لكم او لا. كما كنقول لكم مثلا فاش كتواصلوا معايا في الخاص على يوكيبي نهار اللي كانت الاصليه راه كانت مزيانه فهمتوا، ولكن فاش ولا عاوتاني الكوبي ديالها وليت استبعدت انني كاع ننصح بها او انني ندخلها مثلا في التحاميل او انني نهضر عليها. علاش؟ لان الاصلي ما بقيتش كنلقاه، انا ما كنلقاهش وبزاف ديال الناس دار لهم مشاكل، ولذلك تنصحكم انكم تعوضوه بهذا المكمل الغذائي السحري يا البنات. شتو ها هو سكرينيوها البنات وخليوها عندكم وقلبوا عليه، وانا غادي نوريكم فين غادي تلقاوه، لان الاخت اللي كتشريه كتواصل مع هذا الهاتف اللي كيبان هنا على الشاشه وهما كيجيبوه ليها. بالنسبه لهذا تقدروا تلقاوه في البارافارماسي، سولوا عليه وراه ماشي غالي البنات، راه ماشي غالي، راه ما غاديش يتقام عليك بواحد الثمن ديال واحد الوصفه اللي غادي تصاوبيها. وانا كنت كنشوفها كما قلت لكم كتعطيه لبنتها، صراحه ولات عندها واحد لا فورم انثويه زوينه، ماشي غليظه من جهه رقيقه من جهه، اخي بحاجه للمراه هي هذيك الصراحه تتعقد، هو ان اما تكون غليظه من التحت ورقيقه من الفوق، لا صدر لا درعين لا خدود لا والو، يا اما العكس، تما المراه تتبقى في حيره من امرها كما تنقولوا، اشنو ندير اشنو ندير اشنو ندير، تتجرب مسكينه كل شيء لانها مازال ما طاحتش في الحاجه اللي اولا في الوصفه اللي هي مناسبه لها كما تنقولوا 100%. بالنسبه لهذا البنات جربوه ردوا عليا، الا كان عندك خصاص في الارداف غادي ينفعك، كان خصك عندك خصاص اولا قليل الصدر ديالك وصغير هذا غادي ينفعك، بغيتي تزادي في الجسم ككل هذا غادي ينفعك، فيه مواد طبيعيه جدا. وانا فاش كنحلو بحال هكا البنات كنشم فيه الريحه ديال النفع وحبه حلاوه غالبه بزاف زائد الحلبه. فاش غادي تقراو المكونات ديالو الطريقه ديال الاستعمال راها ساهله البنات، كناخذوا واحد الحبه وحده. شوفوا البنات هاد لي بيلي راهم مغلفين، شفتوا هاد الحبات هادو مغلفين اولا اقراص ولا اش كيقولوا لهم بالعربيه، هكا تيكونوا مغلفين. كتاخذي غير وحده في النهار يعني قبل الغداء، انا شتها كنت كنشربها ولكن قلت ما غادي نبارطاجيه معكم صافي حتى نتاكد منه مزيان ونعرف يعني المصدر ديالو. فعلا دخلت وعرفت المصدر ديالو كما قلت غادي نخليه لكم هنا، وهي للتذكير راه ما كنتش كنشري منهم غير هذا، كنشري منهم بزاف ديال الحاجات بزاف، مثلا الاخوات اللي ما كيطوالوا لهمش الاولاد، الاخوات اللي عندهم كتقول لك ولدي قصير القامه وضعيف، راه عندهم هذوك المنتجات. انا شفتها كتجيب منهم بزاف د الحاجات، ولكن نقول لكم راه شي حاجه زوينه وسحريه وكتعطيك واحد النتيجه سريعه جدا. كما قلت لكم البنات هو فيه 60 حبه كما كتشوفوا معايا هنايا، انا نشوفها لكم فين راها، ها هو فيه 60 وحده، كنتمنى تكون واضحه لكم، في 60 حبه في هاد البواطه هادي. وصراحه يعني التعامل ديالهم مزيان، الخدمه ديالهم مزيانه على حساب التجربه ديال هاد الناس اللي شفتهم كياخذوا منهم. كما قلت لك اللي تقت فيها بزاف هي الجاره ديالي معايا في نفس الموبل في نفس الدار، يعني ماشي على برا اولا ما كنعرفهاش، راه بحال نفسي، وتا هي مسكينه شجعتني انني نحط الفكره وانني نحط للناس هاد المعلومه هادي باش حتى هما يستافدوا منها، لانها هي استافدات، بنتها استافدات، دونك هنا هي تتقول لي وهضري عليها، تنقولها بلاتي هضري عليها بلاتي، هذا اللي كان البنات. تنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الثمن كما قلت ديالو في متناول الجميع، وكيديك واحد الفتره لان عندك غير حبه في النهار، دونك هاد لابواط هادي غادي تديك شهرين يعني مزيانه مخيره. كاينين بعض الاخوات اللي تيتشكاو من وليداتهم انهم ما كيبغيوش ياكلوا كيمشيو للمدرسه دائما بالجوع،
كنصحكم انكم تعطيهم هذا المكمل الغذائي هذا وما تخافوش عليهم، واخا صغيورين لانه فقط بالاعشاب وفيه يعني حديد، زنك، فيتامينات بي 12 اللي مهمه بزاف 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 للوليدات، مزيانه للصغار والكبار، فيه بزاف ديال الفيتامينات البنات اللي عباره عن مستخلصات من الاعشاب. فهمتوني شنو تنقول؟ يعني ما فيش شي حوايج الله يستر اللي تكون مسرطينه اولا شي حاجه ونجي انا ونعطيها لولدي اولا نصحك بها انت تعطيها لولدك. دونك غير ديروه بعينيكم مغمضين وردوا عليا الخبر، راكم غادي تلقاوه. فقط تواصلوا مع هذا الرقم اللي غادي يطلع لكم هنايا على الشاشه، اولا دخلوا بعدا حتى تقراوا عليه وتفهموه وتعرفوا مع من راكم كتهضروا عاده باش يعني خذوه. بالنسبه ليا انا مازال غادي ندوموندي هذا، غادي ندوموندي عندهم بزاف ديال الحاجات، عندهم يعني دي برودوي اخرين اللي غادي نهضر اليوم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. في الطلب ديالكم طبعا الا بغيتو منهم يعني بعض لي برودوي عندهم اللي كيعالجوا المشاكل ديال توسع البهبل والافرازات وما الى ذلك. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه لاقصى درجه، لان انا فاش كنحلل البنات هذا لابيليل اولا هذا الكين هذا ولا شنو هو كنحل كنلقى لداخل اعشاب فقط انها تغلفات. ملي وصلكم حلوا هذوها فصليها على بعضياتها وشوفوا شنو كتلقاي تما. راه كتلقاي كتحسي بانك كتشمي بحال ريحه الفوار، ريحه الاعشاب، ريحه شي حاجه اللي هي زوينه بزاف البنات. هانتوما شفتوا، شوفوها انا حليتها باش تشوفوا، شفتوا غير اعشاب مطحونه ما معجنه ما والو، فقط مكملات غذائيه اللي زوينه بزاف ومفيده بزاف للصحه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من لا فيديو عجبكم وغادي تاخذوه ان شاء الله ويدخل الصحه ديالكم بالصحه والنفع ان شاء الله باذن بدون اضرار تنقولها وتنعاودها، لان بزاف ديال الناس منهم انا نيت تنخافوا من المكملات الغذائيه، ولكن هذا راه طوب دو طوب، شي حاجه واعره ثقوا فاش تقول لكم نجوى، غير جربوا هذيك ديروها. كاينين بعض الحاجات اللي كتسولوني اليوم وتنقول لكم لا ما ديروهمش راه ماشي مزيانين اولا العكس ديال هادشي اللي قلتوا لي، انا ما كنصحش به. يعني دائما انا معكم بهكا، دائما بالصراحه، دائما بالوضوح. لايكوا الفيديو والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموضوع جديد. والصراحة الموضوع ديال اليوم تحت طلب ديالكم وأنا فرحانة لأنني جاية باغا نعطيه لكم اليوم، لأن عارفة بزاف ديال الناس كيعانيو من هذا المشكل هذا اللي غادي نتكلموا عليه اليوم. صراحة جايبة لكم واحد لا سوربريز واعرة يا البنات، لأول مرة غادي نهضر عليها في القناة ولأول مرة غادي نمدها لكم، وأنا غادي نمدها لكم أنا فرحانة ومرتاحة لأنني عارفة شنو عطيت لخواتاتي. عارفيني بأنني دائما أنا تنقول لكم راكم عائلتي، راكم خواتاتي، ماماتي، حباباتي، كل شيء. يعني فاش كنعطيكم شي حاجة بحال كنعطيها لأختي أولا كنعطيها لنفسي أولا كنعطيها لولدي ولا بنتي، نتوما عارفين هذا الشيء مزيان وعارفين المصداقية ديال القناة وما كتجيبش لكم أي حاجة. غادي نعالج لكم اليوم إن شاء الله بإذن واحد المشكل اللي كلشي كيما قلت كيعاني منه، وهو النحافة، وهو ضعف الشهية، وهو ولدي ما كيبغيش ياكل، بنتي ما كتبغيش تاكل، ما عنديش أرداف، ما عنديش مؤخرة، ما عنديش صدر، ما عنديش سيقان، ما عنديش خديدات، وجهي ما مدورش. هاد الوصفة اللي غنعطيكم اليوم البنات غادي تحد لكم من هاد المشاكل كاملة وغادي تعالجها بواحد الطريقة سهلة وديال المعكازات. هذوك المعكازات اللي تيقولوا لي ما فيا ما يخلط، ما فيا ما يدب، ما لقيتش الأعشاب، هما راه كاينين وأنا عارفاهم كاينين، أنتي اللي معكازة ما فيك ما يصاوب، هادي سهلة، ما غادي تخلطي لا حلبة لا حبة حلاوة لا نافع لا حب رشاد لا والو البنات، ما تخلطي ما تهزي ما تحطي، الوصفة جاهزة وكما قلت تحت الطلب ديالكم. تشاركت معكم من قبل كريمات البنات، الكريمات اللي كنت عطيت لكم اللي كيزيدوا في المنطقة ديال الأرداف وفي المؤخرة، الكريمات اللي كيزيدوا لنا في الحجم ديال الثدي أو لا في الصدر، عطيتكم بزاف ديال الحاجات وعجبوكم والحمد لله. هذوك الكريمات راهم تساروا العالم كامل اللهم لك الحمد، وجابوا نتائج زوينه ومرضيه. حتى هذا ديال اليوم البنات غادي تجربوه، ماشي غادي يعطيكم نتائج زوينه ومرضيه، بالعكس غادي يخليكم حالين فمكم في راسكم. علاش انا واثقه في راسي بحال هكا؟ قولوا لي علاش. لان هذه الوصفه انا كنشوف الجاره ديالي في هذه الدار القديمه، لا عقلتوا البنات اللي متبعيني راني رحلت لدار اخرى، في هذه الدار القديمه كانت عندي واحد الجاره ديالي بنتها كتقرا في التكوين دايره بحال العود، والصراحه انا مراقباها وكنقول لها شنو كتعطيها وراتني شنو كتعطيها، وبقيت مراقبه النتيجه وبانت لي النتيجه وزدت بحثت وتاكدت على هذا الشيء اللي كانت كتعطيه واش مزيان او لا عادي باش نجيبو ونمدو لكم بواحد القلب مرتاح ونعس وانا مرتاحه.
عاد باش انا جيت عندكم دابا من هاد الدار وقررت انني نصور لكم هنا لان هذيك السيده كاينه هنا والصراحه واعره البنات وصفه ما دايراش ولاول مره كما قلت غادي نهضر على هذا الموضوع هذا في القناه وتحت الطلب ديالكم. لايكوا الفيديو البنات بزاف بزاف لان هاد الوصفه هذه هي كما تنقولوا سطاج الاخر شي حاجه اللي واعره 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 للكبار للصغار النساء رجال اللي كتقول لي راجلي بحال المسمار اللي كتقول لي وليداتي ما تياكلوش اللي كتقول لي انا غليظه من الفوق رقيقه من التحت اللي كتقول لي العكس اللي كتقول لي ما عندي لا صدر لا سيقان وجهي ما خاوي صافي البنات جربوا وردوا عليا في التعاليق وردوا عليا في الخاص صراحه راه كنفرح بزاف بالتعاليق ديالكم وكنفرح بالاوديوات ديالكم فاش كتقولوا لي الحمد لله بريت من هذه بريت من هذه غلاضيت الحمد لله وافقتني هذه تصايبات لي هذه الحمد لله والشكر لله كنشكركم حتى انا بزاف بزاف بدوركم بدوري حتى انا تنشكركم لان تثقوا في القناه كتجربوا كل شيء لانكم خواتاتي والعائله ديالي الثانيه كما دائما تنقولها لكم. لايكوا الفيديو غادي نبداو نعرضوا هذا